يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية. يقول أعمل مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية وتمر علينا هذه الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيسألني عنها الطلاب فأجيبهم بمثل ما ذكر فضيلتكم في الدرس، لكن بعض الزملاء من المدرسين ينكر علي ذلك ويقول: لا تفتح على هؤلاء الصغار بابا للشبهات وكثرة التفكير، لأنهم ربما وقعوا في التشبيه، فهل إنكار هذا مخذل؟ هذا مخذل ومرجف، أو في نفسه شيء من مذهب المعتزلة والجهمية. الصغار أولى أن يعلموا وأن يربوا على معرفة الحق ومعرفة التوحيد، أولى بذلك، فلا تلتفت إلى كلامه. نعم، هذا إما أنه جاهل مخذل، وإما أنه في نفسه شيء والعياذ بالله. مذهب المعتزلة والخوارج والذين ينكرون، والجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات. نعم.